اسمع مني كلامي يا فهم، اش يدير العبد في حكمة مولاه؟ اقسم يا بنادم، وإذا بدل بيك لا تجني شوراه، لا تمشي زمان قدار ومجرم، كم الواحد في بحور الهم رماه. في عمره اللي كان اتمناه في همه وشباح كرسي يحكم، كثر عنه المال في همه نساها. خلاه ينادي على سعد وينضم، وين